حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم في حصادنا لهذه الليلة، والبداية من العناوين. في جوفها بحر من الذهب الأسود وعلى سطحها حياة قريبة من السواد هي الأخرى، معادلة لا تعتدل في كفتيها وشحوب أبدي على ملامحها، ولا شيء يمت للحياة بصلة سوى نظرات ساكنيها وخطوات إعمار خجولة حتى اللحظة لا تتناسب قطعا مع أهمية المدينة وحيويتها. عطاء لم يتوقف عند ضخ النفط بل تعداه لضخ الدماء أيضا، إنها العراق المصغر وصاحبة الويل الأكبر. مؤشرات إحصائية لضعف الخدمات المقدمة بدءا من المياه سر الحياة الذي أصبح خطرا يهدد المواطنين، لدرجة صار لزاما العمل بمبدأ تذوق المياه قبل استعمالها، وهو ما يفند كل الحقائق بأنه ليس للماء لون أو طعم أو حتى رائحة. فهذه المواصفات النموذجية لم تنطبق بعد على مياه مدينة السندباد التي تندب أياما خلت، مرورا بالبطالة وتهريب الثروات والتجاوزات الإقليمية. أما في ملفنا الثاني لحصادنا لهذه الليلة مشاهدينا، وبعد إصدار القرار بالتعيين ل 74 ألف درجة وظيفية الخاصة بالطلبة الأوائل وحملت الشهادات العليا تعيينهم على ملاكات الدولة، اليوم نظم مجموعة من شريحة خريجي الدراسات العليا وأصحاب الشهادات وكذلك الأوائل نظموا تظاهرات أمام مجلس الخدمة الاتحادي للنظر بأمر تعيينهم. ووفق ما صرح بعض المعنيين من المعتصمين، قالوا أن الأخطاء والتأخير بالإجراءات هو من عطلهم عن الالتحاق بمن شملهم التعيين، وهذه الأخطاء تتحملها الجهات المعنية التي لم تراقب من أوكلتهم بهذا الأمر. وجاءت المطالب العديدة من المنتفضين أبناء هذا البلد متأملين إنصافهم من قبل الحكومة الجديدة والنظر بأمر مطالبهم. إذن مشاهدينا، هذه ملفات حصدنا لهذه الليلة نناقشها تباعا مع ضيوفنا الأكارم، ونرجو أن تبقوا معنا. نعود إلى محافظة البصرة التي تعاني جملة تراكمات وأزمات هي نتاج تصرفات عبثية للنظام البائد ومخلفات صراع سياسي مزمن وتقاطعات إدارية وغبن واضح لحقوقها، كان الضحية المواطن البصري. تقرير الزميل علي حبيب. البصرة المدينة المنسية والمثقلة بالأزمات منذ حرب الثمانينيات، تتلوع الحزن والكآبة بعد تعاقب الهفوات والأخطاء نتيجة عقلية الاستحواذ. لها الحصة الأكبر من تاريخ الإهمال والمظلومية، وهي المدينة التي تدر على خزينة البلاد نحو 80 من مواردها المالية. ورغم هذا الغنى الهائل للمدينة، إلا أن ثلث سكانها أو ما يزيد عن ذلك يعيشون تحت خط الفقر بسبب الأنظمة السياسية المتعاقبة التي تنظر للمدينة وثروتها البشرية أنها خزين نموذجي في الصراعات العسكرية وموارد أساسية تغذي مدخلات الخزينة العامة. الجنة الخضراء التي تحولت لبضع سنوات إلى مسرح مفتوح لحروب عبثية غيرت معالم المدينة وحولتها إلى ثكنة عسكرية وساحة مواجهة وتصفية حسابات سياسية، كان المتضرر منها المواطن البصري الذي اضطر الانكفاء إلى العمق الداخلي للمدينة هاجرا المساكن والمزارع. هذه الحلقة الأولى في مسلسل المعاناة البصرية، ليتبعها بعد ذلك جملة من المشاكل، في المقدمة منها المياه المالحة والملوثة التي تأتي على كل ما في طريقها نتيجة تغلغل اللسان الملحي واختلاط مياه البحر القادمة من الخليج، فضلا عن القنوات المفتوحة والصناعات النفطية التي تنتهي بمخلفاتها عند شط العرب وتؤثر في نقاء أجوائها وترفع من نسب الإصابات السرطانية، وأيضا الانتهاكات للمياه الإقليمية التي تستهدف خنق العراق في جغرافيته وتحجيم دوره الريادي عبر الاتصال البحري مع الفضاء الخارجي، وربما محاولات وأد ميناء الفاو الكبير خير شاهد ودليل على استغلال الموقف. وصولا إلى قضية الساعة، معركة الأمن والاقتصاد، تهريب المشتقات النفطية التي ضبط القليل ولا زال الكثير حتما، وهي تحتاج إلى حرب بلا هوادة تتناسب مع الطبيعة التي تجري بها هكذا عمليات. مشكلات مستأصلة في جسد البصرة لم يرفع عن كاهلها سوى القليل، وهي تحتاج إلى خطة عمل وتنمية تتناسب مع مميزاتها
وما حباها الله من مكانة اقتصادية ومركز تبادل تجاري، وهذا الشرط لا يتم إلا بتضافر جهود الحكومة المركزية مع المحلية. علي حبيب، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، وللحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بضيوفنا الكرام في الاستوديو عبر الأقمار الاصطناعية رئيس لجنة العلاقات الخارجية النيابية النائب عامر الفايز. أهلا بكم سيادة النائب، وكذلك الترحيب بعضو لجنة النفط والثروات النيابية النائب علي شداد. أهلا بكم سيادة النائب، ونبدأ معك السيد عامر. منذ زمن النظام البائد وحتى اللحظة لا تزال محافظة البصرة تأن من واقع خدمات متردي و تداخل الكثير من الملفات رغم أهمية البصرة من جميع النواحي، لكن واقعها الحالي لا زال مختلفة. ألم يأن الأوان لإنصافها وإيجاد الحلول لهذه المدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بدءا أحييك وأحيي ضيفك الكريم زميلي الأخ علي، أستاذ علي شداد، ومشاهدي قناتكم المحترمون، حياك الله. حقيقة بالنسبة للبصرة الحديث عنها يطول على مظلوميتها على تهميشها. البصرة وليس الآن فقط، منذ الحكومات السابقة، تعدد الحكومات وحتى في النظام السابق، البصرة دائما تؤخذ منها خيراتها ولكن تهمل من حيث الخدمات، من حيث العناية. يعني نحن أهل البصرة نستغرب كأن البصرة هي ليست جزء من العراق ولا كأنما هي بوابة العراق. البصرة المفروض أن تكون هي الواجهة البحرية، الواجهة التي يلتقي بها العراق مع كثير من الدول حقيقة، لكن للأسف الذين توالوا بالسلطة كانت هي عبارة عن أساسا في النظام السابق كان إهمال متعمد. طيب سيادة النائب، السلطة المركزية، الحكومة المركزية للحكومات المحلية اللي توالت على إدارة محافظة البصرة كان بها خلل؟ أكيد الحكومات المحلية اللي هو حقيقة نتيجة صراعات سياسية، نتيجة فساد الإداري والمالي المستشري في كل مفاصل الدولة العراقية، له جزء مهم وكبير في قضية إهمال البصرة وعدم العناية بها. هسه هنا قد يكون يقول قائل أن الفساد مستشري في كل أنحاء العراق، لماذا البصرة أكثر من غيرها؟ لا. هذه قسمة البصرة أخذت نصيب أكثر من غيرها، لعله لأن أهل البصرة سلميون، أهل البصرة مسالمون، لا يثيرون الشغب، لا يثيرون البلبلة، ربما هذا سبب. والآن كما ترى عندنا مثل شعبي يقول كثر الدقاق فك اللحيم، هذا مثل شعبي. الآن بدأ البصريون يتحركون وينتفضون ويطالبون، وابتدأوا أشبه بالتعصب للبصرة أصبح. هذا نتيجة الإهمال لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومعاكس في الاتجاه، هذه مسألة يعني معروفة. لكن الآن يعني للشهادة توالى على البصرة نائبان محافظان حقيقة اشتغلوا نوعا ما للبصرة. المحافظ محمد مصبح الله يرحمه اشتغل للبصرة، والمحافظ الحالي أسعد العيداني نعم ايضا شغل دؤوب ومستمر وتحسن كثير من الامور في البصره. هذا جاي طبعا اولا من نشاط المحافظ نفسه ومن حرص المحافظ على المحافظه، وكذلك عدم وجود تقاطعات سياسيه. يعني مجلس المحافظه الذي كان المقاطعه سياده النائب، لكن شنو اللي تحسن بزمن هذه الحكومه او الاداره المحليه الحاليه على مستوى الخدمات مثلا؟
على مستوى الخدمات، اولا موضوع الكهرباء تحسن كثيرا بالنسبه للبصره بواسطه شراء اموال البصره من اموال البصره، شراء الكهرباء من دول الجوار، جار ايران مثلا. كذلك بالنسبه للمياه، المياه لولا عمل، رغم انه الملوحه الان قويه والمياه يعني غير صالحه للشرب، لكن اقيمت محطات تحليه مياه، اقيمت محطات تصفيه مياه، ساهمت كثيرا ولا زالت هنالك مشاريع تحت الانشاء لتحليه المياه. طيب يمكن هذه يعني اهم الملفات يعني اللي تعني وتهم اهالي البصره سيادتنا، مجرد ان يروا بدايه مشروع ويستمر يقتنعون. يمكن هذه اهم الملفات اللي تهم اهل البصره. ايضا موضوع اخر نتحدث عنه مع عضو لجنه النفط والثروات النيابيه سيادتنا ابو علي شداد، اهلا بك مره اخرى. ودنا اسالك عن الاولويه بتامين خدمات او اداره محافظه مثلا، النجاح في البصره فعلا يعني النجاح بالنسبه للعراق، ويجب ان تكون البصره اولويه عن باقي المحافظات. نعم، شكرا جزيلا اخ احمد العزيز هذه الاستضافه. احيي ايضا الشيخ النائب عامر الفايز ايضا. نعم سياده النائب تفضل. الصوت قاعد يرجع معنا، ما ادري اذا تسمعني. اسمعك تفضل سياده النائب. فيما يخص سؤالك بالتاكيد لا يختلف اثنان. اكو صوت قاعد يرجع علي انا وذلك ما قاعد كنترول. اتمنى تحسنون جوده الصوت اذا تسمعني سياده النائب. اذا سمعت السؤال تفضل اكمل. نعم انا راح استمر بالحديث اذا تسمعني. تفضل. نعم، فيما يخص سؤالك، نعم البصره بحاجه الى تكاتف الجهود، وهذه الجهود يجب أن تنبع من الحكومة المحلية نفسها ومن الحكومة الاتحادية. كما تعلم بأن هناك صراحة تراكمات لمحافظة البصرة مستحقة الدفع من قانون البترودولار الذي تأجل لسنوات طويلة جدا تصل تقدر إلى 30 تريليون. هذه المبالغ في حال إطلاقها بالتأكيد سوف تغير واقع حال محافظة البصرة من حال إلى حال. هذا جانب. الجانب الآخر، نعم هناك بعض القوانين التي عطلت بطريقة أو بأخرى، من ضمنها وأهمها قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية. هذا القانون الضامن الكافل بأن يفتح آفاق اقتصادية كبيرة مهمة جدا لمحافظة البصرة، بالإضافة إلى ذلك أن يخلق فرص عمل جديدة في هذه المحافظة المهمة. لا أخفيك والكل يعلم بأن البصرة هي لديها ارتباطات في دول مجاورة مهمة جدا، فهي بحاجة إلى قفزة في الجانب الاقتصادي. ناهيك عن أن هذه المحافظة هي المحافظة التي تساهم بنسبة 90% من الواردات المالية للبلد بشكل عام، فبالتالي لا يوجد صراحة يعني لا يمكن أن نعطي أي التماس لحكومة السيد السوداني في دعم هذه المحافظة المهمة. لاحظنا بأن السيد السوداني جاء في برنامجه الحكومي أكد على دعم المحافظات المنتجة للنفط وعودة نسبة 5% من الواردات النفطية للمحافظة، فبالتالي من الممكن أن يتم دعم المحافظة من خلال إنشاء مشاريع استراتيجية. تحدثت والشيخ عامر الكريم عن الملوحة وشحة المياه، نحن بحاجة إلى مشاريع مهمة كبيرة، ودأبت الحكومة المحلية بأن تذهب إلى التعاقد مع إحدى الشركات العالمية. لاحظنا هناك اعتراض من قبل رئيس الوزراء السابق وبدون مبرر حقيقي، فبالتالي اليوم البصرة لا تحتاج إلى تعطيل لهذه المشاريع الاستراتيجية. على دولة رئيس الوزراء أن يجد الحلول مع الحكومة المحلية، وإذا كانت الحكومة المحلية قد قصرت في أداء واجباتها، نحن كنواب ممثلين عن محافظة البصرة سوف لن نسمح لهذا التقصير. طيب. ولن نسمح لتعطيل المشاريع في هذه المحافظة. طيب. المهمة. سيادة النائب، بالإضافة إلى ذلك أنت تعلم والكل يعلم بأن البصرة
مقبلة على تتويجها في العرس الكروي المهم خليجي 25. فهذا يعني العرس الكروي من شأنه أن يفتح آفاق اقتصادية تجارية مع الدول المشاركة. طيب بالتأكيد أن لكن في هذه الحالة البصرة بحاجة عاجلة إلى هذه الخدمات كما كان دائما سيادة النائب، إذا تسمح لي. وبنفس الفساد نحن في قانون الموازنة سيادة النائب سوف لن نخذل أبناء محافظة البصرة في توفير استحقاقاتها. نعم. طيب بالنسبة للفساد اللي هو عائق أمام تنفيذ أي مشاريع أو أي خدمات في أي مدن العراق، الفساد وحتى السرقات النفطية والثروات المهربة، نقدر نحكي بهذا الموضوع؟ لو هذا الموضوع خطر نوعا ما، والحديث عن مناصب كبرى متورطة بدعم من جهات مهمة أيضا، هل يمكن محاسبتهم كما تم إلقاء القبض على خلية التهريب بالعملية الأخيرة؟ نعم يوسفنا، نحن في وقت سابق قبل 5 أشهر من هذا التاريخ تم استضافة مدير شرطة الطاقة في البرلمان العراقي، وأكدنا على شخصه بأن هناك عمليات التهريب تتزايد في محافظاتنا وبالأخص محافظة البصرة، أقصد في محافظات الجنوب وأهمها محافظة البصرة، وأكدنا بأن يتم اختيار القادة الذين لديهم الكفاءة في الحد من عمليات التهريب، وعدم الاعتماد على قيادات لديها شبهات، قيادات ضعيفة في أداء ملف شرطة الطاقة. ولكن مع شديد الأسف لاحظنا هناك تقاعس في هذه المسألة، وصل بنا الحال إلى هذه الجريمة التي لا تقل عن صف سرقة القرن كما ظهرت في وزارة المالية. عملية تهريب، هذه التهريب هي عملية ممنهجة، ونعم هناك قيادات أمنية تتراوح رتبهم في محافظة البصرة من عقيد إلى عميد حسب التحقيقات الأولية مع السلطة القضائية تثبت بأن تورطهم في هذا الملف، بالإضافة إلى هناك 11 شخصية منهم رجال أعمال، منهم أصحاب معامل، منهم آخرين مستفيدين لديهم علاقات مع الجهات الأمنية والقوات الأمنية. وإلا عمليا خرق الأنابيب بهذه الطريقة والاستحواذ على البرك النفطية الموجودة في منطقة الرميلة، مع شديد الأسف هذا فسح المجال لضعاف النفوس أن يقوموا بعملية التهريب. ناهيك عن أكون ملف مهم جدا صراحة، أن هناك جيوب وهناك مستفيدين وهناك تجار يستثمرون النفوط المهربة، وهذه الخطوط خطوط التهريب التي تذهب من البصرة باتجاه كركوك ومن ثم إلى شمال العراق، وهذا النفط وصل حتى إلى سوريا. مع الأسف لما تكون هناك جيوب وهناك تصريف لهذا المنتج المهرب فبالتأكيد سوف تزداد عمليات التهريب. فاليوم يقع على عاتق السيد السوداني، على عاتق حكومة السيد السوداني أن يقوم بقطع الطريق أمام هذه الخطوط التي لديها إمكانيات كبيرة جدا بأن تهرب النفط من محافظة البصرة إلى من أقصى جنوب العراق إلى شماله. فبالتالي عملية مرور هذه الصهاريج وتزوير البوجرات والتنسيق بهذه الطريقة، صراحة هذه الجريمة لا تقل عن سرقة القرن التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية. أعود لك شيخ عامر، أهل البصرة عيونهم عليكم نواب البصرة، تقدرون تكفون بوجه المساعي الإقليمية لتحجيم دور البصرة؟ طبعا نحن عاملين بالتعاون مع كل الأخوة والأخوات النواب، نواب البصرة وليس من هذه الدورة فقط، إنما عفوا صح بالدورات السابقة عندما حرب ميناء الفاو الكبير. نعم. وكان الميناء غير الميناء الحالي، ميناء كبير جدا وبخمسة سنوات إنجاز، ولم يدفع العراق فلسا واحدا في ذلك المشروع، إنما يأتي له واردات 40% لمدة 50 سنة، وبعدين قلصوها إلى 25 سنة، ثم يعود المشروع بالكامل إلى العراق. هذا المشروع رفض بتأثير ودفوعات من دول الجوار ومن دول المتضررة وحتى دول بعيدة
عن العراق لكن تمر بها المياه البحرية. نحن كافحنا جدا وطالبنا من الحكومات آنذاك بتنفيذ المشروع، لكن لم تكن هناك إرادة سياسية ولا تكن هناك لم تكن هناك إرادة دولية، فوقف ذلك المشروع واستبدل بالمشروع الحالي. طيب سيادة النائب، هذا بالنسبة للمساعي الداخلية لإنجاح هذا المشروع وديمومته، لكن المساعي الإقليمية دول جوار تحاول يعني بشتى الطرق، وأد ميناء أو مشروع ميناء الفاو الكبير أو تأخير إنجازه. أنتم في لجنة العلاقات الخارجية النيابية عندكم حاليا مشروع مفاوضات مساعي للتفاوض وتفاهم مع دول الجوار لإنجاح هذا المشروع؟ نحن لدينا ضغوطات على وزارة الخارجية. وزارة الخارجية تقول إنها وزارة منفذة لقرارات الحكومة، يعني متى ما تقرر الحكومة هي تقول، يقولون طبعا في وزارة الخارجية إنهم في مفاوضات حول موضوع ميناء الفاو. ونحن شخصيا يعني بعيدا عن وزارة الخارجية كنواب من تلك الدورة وحتى من هذه الدورة التقينا بمسؤولين دول جوار، الأمير الكويت الراحل رحمه الله شيخ صباح التقينا به، وكان الحديث حول موضوع ميناء الفاو. والرجل في وقتها يعني قال ميناء مبارك لا يتعارض مع ميناء الفاو، ونتعاون. لماذا نتقاطع؟ فنتعاون. واقترح مقترحات بأن تكون البصرة ككل مدينة منطقة حرة بالإضافة إلى الجزء من الكويت وجزء من مناطق عبادان المحمرة يعني بالنسبة لإيران، وتكون منطقة حرة. رحبنا بهذه الفكرة، لكن أيضا وئدت كما تعرف نحن نحاول ونجاهد، ولكن من هو أقوى يؤيد، لكننا لن نيأس وسنستمر بالعمل بالتعاون مع كل الأخوة والأخوات النواب والنائبات. طيب أعود لك مرة أخرى سيادة النائب علي، بالنسبة لي يعني تغلغل اللسان الملحي هذه مشكلة كبيرة بحسب المختصين تواجهها محافظة البصرة. أكو مقترحات بشأن إنشاء السدة القاطعة في محافظة البصرة، هذا المشروع ممكن أن يحل هذه المشكلة الملحية للمياه؟ نعم، كما تعلم اليوم لا توجد هناك حجة صراحة لا لنواب البصرة ولا لحكومة البصرة المحلية، كون أن اليوم من أتى على رأس وزارة الموارد المائية هو إحدى الشخصيات من الخبراء المهمين، وهو من أبناء محافظة البصرة، ولذلك هو يعرف تماما ما هي المشكلة، مشكلة اللسان الملحي. فبالتأكيد نحن ذاهبين على، وفي وقت سابق تم المتابعة مع الوزير السابق، هناك دراسة مهمة جدا قدمت من قبل أحد المستشارين بإنشاء هاويس في محافظة البصرة، وتم دعوة شركات مهمة لإنشاء هذا الهاويس، وبالتالي البصرة بحاجة إلى جهود إما سد أو هاويس حسب توصيات الاستشاري، وأعتقد أن الوزارة ذاهبة إلى إنشاء هذا الهاويس. بالتالي لا توجد حجة صراحة في عملية تعطيل هذا المشروع المهم، ناهيك عن أن اليوم هناك وفرة مالية. اليوم النفط الذي خرج من محافظة البصرة هو سبب رئيسا في زيادة هذه الوفرة المالية، لولا وجود 3.5 مليون برميل من محافظة البصرة فبالتالي لا توجد هذه الوفرة المالية. فبالتالي يجب على الحكومة أن تكون منصفة وداعمة بنفس الوقت لإنشاء هذا الهاويس حتى ينقذ أبناء محافظة البصرة، وينقذ أولا البشر ومن ثم ينقذ الثروة الحيوانية والثروة الزراعية في هذه المحافظة وكذلك الثروة الصناعية. لا توجد صراحة حجة أمام لا نواب البصرة ولا حكومة البصرة ولا وزارة الموارد المائية. يجب علينا أن نتكاتف فيما بيننا ونذهب سوية لإنشاء هذا المشروع الحيوي لإنقاذ هذه المحافظة المهمة. صراحة سوف نفكر إلى نقطة أبعد من هذا الأمر، سوف نذهب بعمليات إنشاء محطات بخارية من أجل تحلية المياه وإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال هذه المحطات، وعلى الحكومة الاتحادية أن تقوم برصد هذه المبالغ، وإن شاء الله سوف نضعها بنقاط واضحة وعناوين مهمة في قانون الموازنة القادم بإذن الله تعالى.
الشكر الجزيل لكم عضو لجنة النفط والثروات الطبيعية النيابية النائب علي شداد، كنت ضيفا كريما، شكرا لك يا سيادة النائب. شيخ عامر رجوع تبقى معنا، ومشاهدينا الكرام ننتقل سوية إلى ملفنا الآخر من الحصاد وأبرز ما فيه. إذن مشاهدينا، سعي محموم من قبل أصحاب الشهادات العليا للحصول على استحقاقاتهم بالدرجات الوظيفية التي طالبوا بها اليوم في تظاهراتهم لئلا تذهب جهودهم طوال السنوات الدراسية أدراج الرياح، وكذلك أطلقوا مناشداتهم بالنظر إلى أمرهم بخصوص الإرباك وعدم التنظيم داخل الجامعات بعدم إيصال معلومات الخريجين الكاملة إلى مجلس الخدمة الاتحادي. فلنتابع تقرير نهى الشمري. قبل سنوات من الآن كان حلم الطلبة تثمين جهودهم باحتساب درجات وظيفية لهم، لكن وبعد حصولهم على شهادات عليا اصطدموا برفضهم من قبل مجلس الخدمة الاتحادي وخروجهم عن الشمول بالتعيينات التي قرت خلال الأيام الماضية ب74,000 درجة وظيفية، لينتهي بهم المطاف من شقاء الدراسة إلى افتراش الأرض، متأملين من الحكومة الجديدة خلاصهم من حيف الاستبعاد. نحن مجموعة من حملة الشهادات العليا من لم يحصلوا على كود التعيين، لذلك نحن نطالب من مجلس الوزراء ورئاسة البرلمان ومجلس الخدمة الاتحادي بإرفاقنا ضمن تعيينات ال74,000 درجة. مجرد أعداد حتنضاف قليلة، يجرى لها تقاطع وظيفي وننضم إلى البقية اللي أصلاً موجودين وننشمل بالتعيينات. ترى التعيين هو حق من حقوقنا، لما إحنا نجي نكمل دراسات ونوصل لهالمستوى ونلقى روحنا بعدين قاعدين وساكتين، إحنا حتى ما راح يصير إنه لا واهس نطور من العلم اللي إحنا بيه، ولا واهس إنه إحنا أو طموحات إنه إحنا نكبر من نفسنا، يعني من نلقى نفسنا بهالبلد إنه إحنا نوصل ونتعب تاريخ كل شيء بنحصل، شو راح نقدر نسوي؟ حملة الشهادات العليا هذه الشريحة الأكاديمية رغم قلة عددهم ينظمون اعتصامات شملت حضور أبناء المحافظات أيضاً، للمطالبة بالنظر لأمرهم حيث شملهم الإجحاف والتجاهل على حد قولهم، إذ أطلقوا أصوات المناشدة للجهات المعنية لرفع الاضطهاد عنهم، وذلك بالتنسيق بين مجلس الخدمة الاتحادي ووزارة التعليم العالي ومعرفة على من من الجهات تحتسب هذه الشريحة بتعييناتهم. ووزارة التعليم ذب الأمر وخاذ مجلس الخدمة، ومجلس الخدمة ذب الأمر وخاذ مجلس التعليم، وصرنا بين ما بين قوسين وما نعرف شنو راح يصير قرار. معالي وزير التعليم أن يشملنا بالعطف الأبوي وأن يدخلنا بالكود الخدمة الاتحادي، كذلك أنه ننشمل بال74,000 درجة خصوصا وإحنا أعدادنا قليلة، يعني لا تؤثر كثيرا عليهم. جهود لم تكلل بالنجاح والوصول إلى الهدف المرجو الذي يضمن لهم العيش الكريم، فالتعيين بحسب تصريحات المعتصمين هو واجب وحق لكل من يحمل مؤهلات التعيين، فإن صعب على القطاع الحكومي تلبية متطلباتهم اقترحوا سن القوانين التي تحكم القطاع الخاص، وبذلك تخرج الحكومة من هذا المأزق. من أمام مجلس الخدمة الاتحادي انطلقت مطالبات شريحة حملات الشهادات العليا لشمولهم بالتعيين ضمن الدرجات الوظيفية المطروحة. نهى الشمري، الأيام الفضائية. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا، والحديث أكثر عن تفاصيل هذا الملف نرحب بممثل عن حملة الشهادات العليا في مدينة الديوانية، ينضم مباشرة عبر سكايب السيد حسن العيساوي. أهلا بك أستاذ حسن، ونجدد الترحيب بكم رئيس كتلة التصميم النيابية السيد عامر الفايز. أهلا بكم سيادتنا مرة أخرى، ودنا نسألك عن النظام السابق اللي كان يحارب أصحاب العقول والمتفوقين، حاليا أليس من الأجدر بذل الجهد لتغيير هذا الواقع اللي استمر طيلة عقود ماضية؟ في الحقيقة احنا لا نستمر بكلامنا حول موضوع تعيين الكفاءات واحتواء الكفاءات وكذا، نعم. وصلنا اليوم إلى مرحلة التنفيذ، يجب علينا وعلى الحكومة الاتحادية التنفيذ. هؤلاء العقول العراقية المتطورة والتي سعت جاهدة في سبيل الحصول على شهادات عليا لخدمة بلدها لا يمكن التفريط بها. الآن نلاحظ أن في كثير من دول العالم خبير كذا وإذ يطلع عراقي، خبير بموضوع آخر في بريطانيا يطلع عراقي. إذن العراقيون هم أصحاب عقول متنورة وأصحاب أفكار
لماذا يستفيد منهم الآخرون ولا يستفيد ولا تستفيد منهم بلادهم؟ فلذلك أقول هل هاي مشكلة؟ طبعا هم نفس الوقت لو نتكلم بالمعقول لا يمكن أن نقول جميع هؤلاء يجب أن يتعينوا في الدولة، هذا غير ممكن. نعم. لكن ممكن أن الدولة تعمل على تشجيع القطاع الخاص وإجداد فرص عمل وتعديل قانون التقاعد لكي يشمل هؤلاء العاملون في القطاع الخاص. لو كان التقاعد مضمون ورواتب جيدة في القطاع الخاص لما سأل أحد عن قضية القطاع الحكومي، لأن القطاع الحكومي في كل دول العالم مو بس بالعراق، ما يمكن أن يسحب كل الخريجين ولا يمكن أن نوقف التعليم. لا سيادتنا مو كل الخريجين، لكن أكو قرار حكومي اليوم بتعيين هؤلاء الثلاثة الأوائل وكذلك أصحاب الشهادات العليا الماجستير والدكتوراه. أكو إمكانية للضغط من قبلكم كنواب على الحكومة لتنفيذ هذا القرار؟ هو قرار الحكومة لكن بحاجة إلى ضغط. نحن عاملون على هذا الموضوع، واليوم كانت مجموعة من النواب، من نواب تصميم حصرا ونواب آخرون وجدناهم للأمانة في وزارة التعليم العالي وأمام المتظاهرين، تكلمنا مع معالي الوزير حول هذا الموضوع. لا. والحكومة جادة في حل مشكلتهم. الظاهر أكو مشكلات إدارية أو مشكلات روتينية عاقت هؤلاء، لكنهم في طريقها إلى الحل حسب ما طيب وعدنا المسؤولون بذلك. يعني خلينا نطلع على هذه الخلل او هذه المشاكل. رحب بك مره اخرى الممثل عن حمله الشهادات العليا الاستاذ حسن العيساوي، اهلا بك سيد حسن مره اخرى، واود ان تحدثنا عن تفاصيل استبعاد هذا العدد الكبير من اصحاب الشهادات العليا والاوائل من قرار تعيينهم. سيد حسن يبدو أن هناك خلل بتأمين الصوت والاتصال مع أستاذ حسن. أعود لك شيخ عامر مرة أخرى، ذكرت أنه يعني أصحاب الشهادات البعض منهم يأس من الواقع الموجود حاليا، هاجر إلى خارج البلد وأكو دول أخرى تستفاد من هذه الكفاءة وهذه الخبرات. كيف يمكن استثمار هذه العقول؟ أكو خطط هل من تنسيق حاليا وتعاون مع مجلس الخدمة الاتحادي لاستثمار هذه العقول في داخل العراق؟ نعم، هنالك جدية وإصرار من دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ محمد شياع في تعيين 74,000، لأن هو قبل أن يحدد العدد كتب إلى كل الوزارات وإلى الدوائر المسؤولة عن الإحصائيات بعدد الخريجين، يعني الجامعات كتب إلى كلها حسب علمنا مجلس الخدمة عدد الخريجين. من إجال العدد 74,000، العدد هم اللي حددوه، هو صدر أمر بتعيين 74,000 جميعهم. نعم. واستيعابهم ضمن دوائر الدولة، لكن للأسف أولا الروتين، ثانيا ربما الفساد، والثالث هو ربما تبوأ بعض المسؤولين في أماكن هم ليس كفء لها. كل هذا يوصل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء وهو جاد في معالجة الأمر، وكذلك معالي وزير التعليم العالي جاد في معالجة الأمر، وإن شاء الله احنا متابعين لهذا الأمر. طيب. ومتابعين لوعودهم. طيب. لكي ينفذوها. ذكرت سيادة النائب أنه قضية روتين فساد في بعض المفاصل، وهذا الموضوع معروف ومستشري بالآونة الأخيرة، لكن بعض الجهات يمكن تتهرب، أكو خلل بالتنسيق ما بين الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، أكو تهرب من بعض الجهات، أكو جامعات أنهت عقود المحاضرين الموجودين عندهم أو أنهت يعني بطلوا المحاضرين بدون عقود، أكو جامعات مطت مستحقات مالية لبعض العقود والمحاضرين اللي يعملون بها أدوا عمل لمدة سنتين، تهرب من مسؤولية تعيينهم حاليا. أكو قرار حكومي من هذه الحكومة بتعيين هؤلاء بهذا العدد الكبير، ممكن تتهرب هذه الجهات من تنفيذ هذا القرار؟ الحقيقة هذا الأمر قبل يعني نبحث به هو شنو أسباب هذه الجامعات. نعم. التي سلكت هذا السلوك. السبب هو الفوضى التي مر بها البلاد بفتح الجامعات دون ضوابط معينة أو دون الالتزام بالضوابط. جامعات تجارية المغزى منها الحصول على المال فقط بعيدا عن
الجودة العلمية بعيدا عن الضوابط الأخرى التي تخص الشهادات. نعم. سببت هذا الإرباك الموجود الحالي، لكن بنفس الوقت الحملة التي يقوم بها اليوم رئيس مجلس الوزراء وهذه الحكومة لمحاربة الفساد وعلاج الخلل، ولأنها حكومة خدمات، اسمها حكومة خدمات الحكومة العالية، فلذلك هي جادة في إيجاد الحلول لكل هذه المشاكل، وتميل باتجاه أو تنحاش إلى المواطن أكثر منه إلى الجهات المقصرة بحق المواطن. طيب، المتظاهرين اللي طلعوا اليوم الاعتصمة والظاهرة ما حصلوا على كود بالتعيين من قبل مجلس الخدمة الاتحادي لأسباب عدة، نتمنى أن يتم تأمين الاتصال مع سيد حسن اللي نطلع عليها بتفاصيل أكثر، لكن اللي عندهم كود شيخ عامر أكو قرار بتعيينهم من قبل الحكومة وعندهم كود واسمهم موجودة في مجلس الخدمة بالداتا الموجودة عند مجلس الخدمة الاتحادي، لكن راح يتم تعيينهم فعلاً لو مثل ما صار سابقا اكو قرارات بتعيين لكنها تذهب ادراج الرياح؟ لا لا لا، اكو متابعات من نفس رئيس مجلس الوزراء. نعم. ومتابعات من كل عدد كبير من الاخوه النواب والنائبات بمتابعه هذا الملف، ورقابه اكو شديده على تنفيذ هذه القرارات، فلذلك اتوقع انه ستنتهي هذه الجهود بنتائج جيده لصالح أبنائنا الخريجين والأوائل الذين مستحقين التعيين. طيب، أكو مشكلة عند بعض هؤلاء اللي أصحاب شهادات عليا أو خريجين جدد، يمكن ما متضمن أسمائهم بهذه الداتا الموجودة عند مجلس الخدمة الاتحادي، يمكن ما أعرف خريجين جدد أو لدى يعني الكشف عن أسمائهم لدى مجلس الخدمة أو لدى وزارة المالية، يمكن ظهر عندهم تقاطع وظيفي، ممكن التنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة؟ بالتأكيد بالتأكيد، إذا كان الخلل من قبل مؤسسات الدولة فلا يصح أن نحمل هذا الخلل على المواطن، المواطن ليس له ذنب في هذا الأمر، فمن العدالة أن تكون هنالك محاسبة للمقصرين أو تصحيح، قد يكون مو تقصير متعمد. نعم. تصحيح لهذه العملية، وأيضا لجنة التعليم العالي في مجلس النواب مهتمة بهذا الأمر كثير، فضلاً عن كثير من نواب مخارج اللجنة مهتمين بهذا الأمر كثير، ولابد من إيجاد حلول، لأنه مو تقصير المواطن نفسه، مو تقصير الخريج، تقصير مؤسسات الدولة. لا. لا تعمل المواطن. طيب، بالنسبة للموازنة، هؤلاء فعلاً كان هناك قرار بتعيينهم والحكومة جادة إلى هذه الدرجة بتعيينهم ومنحهم استحقاقهم كوظائف وغيرها، يتم تعيينهم وفق الموازنة القادمة، موازنة 2023، تحدثتوا بها الموازنة، الحكومة وصلت إلى مرحلة إنجاز هذه الموازنة وحسب قرار الحكومة تم إدراجهم ضمن هذه الموازنة، لو راح تكون هناك موازنة مشكلة عند وزارة المالية بأنها لا تستطيع تأمين كل هذه الدرجات لأصحاب الدرجات أو الشهادات العليا، ويفترض أن هؤلاء أصحاب شهادات عليا تكون درجاتهم شوية عالية، يعني رواتبهم مرتفعة مو مثل خريجين البكالوريوس أو الدبلوم. بصراحة الوفرة المالية الموجودة في الدولة اليوم، نعم، لا تعذر الدولة بعذر أنه لن تستطيع التعيين أو لن تستطيع الاستيعاب، لكن بنفس الوقت نحن لا نريد الترهل بأجهزة الدولة، الترهل أيضا إذا مر هذه السنة سيكون وبال في السنوات القادمة، لكن ممكن استثمار هذه الأموال بإيجاد فرص عمل كما قلت لك قبل قليل، وبنفس الوقت الأموال التي سترصد في الموازنة، موازنة 23، احنا الآن لا نعلم بنوده لأنها لم تأتي إلى مجلس النواب. نعم. لكنها عند الحكومة اليوم إجراءات وتصحيحات على موازنة 22 التي لم تقر، فتجذيب هذه الموازنة وترتيبها بالظروف الحالية وترسل إلى مجلس النواب، أتصور سيؤخذ بعين الاعتبار تعيين هؤلاء وغيرهم من الخريجين أو من غير الخريجين.
طيب إذا شيخ عامر، إذا لحقت الحكومة سوت الموازنة وفق فقراتها المتعددة وقرار تعيين ضمنتها بها، الوقت كافي أمام البرلمان لقراءتها قراءة أولى وثانية والتصويت عليها؟ وبالتأكيد راح تكون هناك مشاكل وسجال ما بين الأطراف السياسية والكتل السياسية لحسم فقرات الموازنة. أتصور اليوم احنا في شهر تشرين الثاني، فلازال لدينا تقريبا شهرين إلا قليل أو شهر ونصف على أقل تقدير قبل بداية السنة القادمة، وبداية الشهر لنفترض شهر الواحد يمضي، ما يكون هذا الوقت جدا كافي لإقرار ومناقشة الموازنة. فربما بشهر الثاني شهر الثالث تكون أسرع موازنة تمر على البرلمان بإقرارها. طيب أستاذ حسن العيساوي ممثل عن حملة الشهادات العليا ينضم لنا مباشرة عبر الهاتف من الديوانية. أهلا بك يا سيد حسن، نعتذر عن الخلل بالاتصال، وأود أن أسألك عن تفاصيل استبعاد هذا العدد الكبير من أصحاب الشهادات العليا والخريجين الأوائل، يمكن الثلاثة الأوائل، من قرار التعيين، شنو الأسباب؟ السلام عليكم أستاذ، أهلا وسهلا بك وبجنابك وبجناب الشيخ عامر الفائز. اهلا وسهلا بكم وشكرا لهذه الاستضافه وربي يحفظكم ان شاء الله. مجرد فقط تعديل لتقرير جنابك انه اني طبعا اتشرف تمثيل حمل الشهادات العليا، لكن اني ممثل الاوائل على الاقسام العلميه والانسانيه في الجامعات العراقيه. مجرد هذا التعديل. اهلا بك، ندخل بصلب الموضوع. تحياتي لك والله يحفظك. تفضل حبيبي استاذ. طبعا مثل ما تفضل الشيخ وقال لنا انه اكو مشكلات اداريه، احنا ما عندنا مشكله باقرار القانون، قانون 67 حتى اعرف لك جنابك والجناب الشيخ شنو قانون 67 وشنو المشكله الاداريه اللي صارت فيه وسببت باستبعاد 29,000 شخص من الخريجين الاوائل. نعم. طبعا قانون 67 صدر بالعدد 44,053 453 بتاريخ 17/7/2017. هذا القانون صدر من مجلس النواب العراقي طبعا بفقره صريحه وهي الماده الاولى اللي تقول من القانون اللي تقصد بها التعريفات من هم الثلاثه الاوائل هم المشمولين بقانون، والتي جاء فيها ان المشمولين بالقانون هم الطلبه الثلاثه الاوائل على الاقسام العلميه والانسانيه في الكليات. طيب. والمعاهد الحكوميه التي تمنح شهاده الدبلوم والبكالوريوس. هذا استاذ، هذا نص القانون، يعني نص القانون جاء مطلق لشمول الطلبه الثلاثه الاوائل على الاقسام العلميه والانسانيه في الدراسات الحكوميه او في الجامعات الحكوميه، وهنا يقصد بالجامعات الحكوميه استاذ الدراسه الصباحيه والدراسه المسائيه. لا. من شرع او عمل مجلس الخدمه الاتحادي في ذلك الوقت ونقل ملف 67 الى مجلس الخدمه الاتحادي، بدا او شرع مجلس الخدمه الاتحادي بالعمل بهذا القانون، ولكن في ذلك الوقت اصبح القانون يشمل الدراسه الصباحيه فقط. الثلاثه الاوائل من الدراسه الصباحيه. بعد مراجعاتنا وبعد مراجعاتنا للساده النواب والسيد رئيس لجنه التعليم العالي في ذلك الوقت الدكتور مقدام الجميلي والسيد محمد الحلبوسي، ورفعنا تظلم وطلبات بشمول الدراسه المسائيه. نعم. طبعا مستندين بذلك الى ان كتاب وزاره التعليم العالي الصادر ب 23/12/2021 يقول دراستين منفصلتين اداريا وماليا، يعني الدراسه الصباحيه منفصله عن الدراسه المسائيه، وبالتالي هناك ثلاث اوائل من الدراسه الصباحيه وثلاث اوائل من الدراسه المسائيه، بالتالي اصبح مجموع الاوائل سته. طيب تمام. لنا استاذنا العزيز احنا بشمول الدراسه المسائيه بعد الطلبات وبعد المقابلات للساده النواب. نعم. حصلنا شمولنا بكتاب 17/4/2021 الصادر من الامانه العامه لمجلس الوزراء، وهنا بدات اطلاق استماره تعيين لثلاث دوائر حكوميه
اللي هي الرقابة المالية وبيت الحكمة والمنافذ الحدودية. طيب لكن أستاذ حسن، يعني هنا دخلت بدوامة معقدة جدا، يعني في حالة يعني تنوع الجهات المسؤولة عن هذا الموضوع، إذا تسمح لي سيد حسن، تحملون منه مسؤوليات عدم تطبيق هذا القانون اللي ذكرته، الجامعات، وزارة التعليم العالي، لو أي جهة أخرى؟ أستاذ العزيز، احنا فقرات قانون 67 اذا حضرتك يعني عندك اطلاع عليها، هي ثمان فقرات. نعم. يعني قانون 67 دي ثمان فقرات، احد الفقرات اللي هي فقره 8 اللي تقول انه من حق الطلبه اللي يتعذر تعيينهم اللجوء للامانه العامه لمجلس الوزراء. فبالتالي احنا مخاطباتنا ومناشداتنا الى الامانه العامه لمجلس الوزراء، لان هي اللي هو القانون انطانا الحق بأن الراجع أنا. طيب. المشكلة الإدارية اللي دخلنا بيها هو كتاب 17/4 اللي هو إحنا قدمنا طلبات عليه، واللي صدر بتاريخ 17/4/2021 اللي يقضي بشمول الدراسة المسائية، والقانون قال لنا في ذلك الوقت إنه ماكو فرق بين الدراسة الصباحية والدراسة المسائية، فقط المقوم العلمي، يعني التعيين. طيب. إذا كانت عندنا هناك واحد للتعيين، مثلا حتى أقرب لك الفكرة، أنه أنت من الدراسة الصباحية والدراسة المسائية ماكو مشكلة تتنافس على هاي الدرجة، اللي ياخذ الدرجة والمعدل الأعلى، يعني منه اللي معدل أعلى هو ياخذ هاي الدرجة، وهذا نظام معمول فيه جدا، إحنا ما عندنا مشكلة دي. بس التعيينات اللي صادق عليها سيد محمد الشياع السوداني قبل هذا الوقت، يعني قبل 4 أيام أو 5 أيام، انه لا. احنا تم استبعادنا من هذه التعيينات. يا اخي شنو سبب استبعادنا يا مجلس الخدمه؟ كوداتنا تعطلت، ما ان حق مقدم على هذه التعيينات، قالوا لنا انتم مستبعدين بكتاب 17/4. كتاب 17/4 يقضي بجمع الدراستين واخذ الثلاثه الاعلى، يعني يستبعدون ثلاثه من السته. زين، احنا هنا سؤالنا استاذ لجناب الشيخ، واحنا هنا مشكله مظلوميه 29,000 شخص، انه هذا كتاب 17/4 صدر بشهر الرابع، والتعيينات للدوائر الثلاثه صدرت بشهر 11/2021، يعني هذا الكتاب ليش ما طبق على الدوائر الثلاثه؟ كون انه الفارق الزمني بين هذا التعيين والكتاب هو 7 أشهر. زين، شنو اللي اختلف بالامور وحاليا كتاب 17/4 طبق على التعيينات المزعم اطلاقها من الخدمه حاليا؟ يعني هذا كتاب 17/4 مره تطبق على تعيينات ال 22. واضح سيد حسن، ما تطبق على وصلت الفكره، وسياده النائب عامر الفاز سمعك، ان شاء الله يكون من يوصل صوتكم الى البرلمان، الى الحكومه، الجهات المعنيه. الشكر الجزيل لكم الممثل عن الخريجين الأوائل بالدراسة المسائية في الدراسات العلمية السيد حسن العيساوي، كنت معنا مباشرة ضيفا كريما عبر سكايب من الديوانية، والشكر الجزيل لكم شيخ آمر، نتمنى أنه صوت هؤلاء الخريجين الأوائل دراسة مسائية أو حتى صباحية، من تم استبعادهم لم يحصلوا على الكود، نتمنى أنه صوتهم يوصل للجهات المسؤولة خصوصا عن طريقهم سيادة النائب عامر. وشرفتنا بحضورك رئيس كتلة التصميم النيابية النائب عامر الفايز، كنت ضيفا كريما علينا، والشكر موصول لكم مشاهدينا. إلى هنا وصلنا وإياكم وضيوفنا الكرام إلى ختام حصادنا لهذه الليلة، وإلى اللقاء في حصاد آخر.